بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بحق كل عين حزينة وكل قلب محبوب وكل نفس تتألم، سوف نشعر كل فرد من قادة الإنقلاب بكل ما يشعر به كل فرد في أسرة تتألم وتعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ابن الشهيد محمد فهمي صادق، شهيد مصباح الرابعة. والدي قتل الرابعة، كان مع الناس أول ما الضرب ابتدى. أول ما ذهب فتاة بدأ يشيل في المصابين، فأخذ رصاصة رجله، فالناس جريوا عليه بحيث إن هما يودوه المسجد، يودوه المستشفى. ساعتها ما رضوش، قال لهم لا، في ناس أولى مني، مفيش وقت يعني تقدروا تشيلوهم، وقال لهم أنا هسحب لحد المسجد. معتقل من يوم 2008، جوزي عنده بنتين، فاطمة 4 سنوات ومنة 1 سنة و6 شهور حاليا. زوجي اعتقل من 2008، نزل بخط ابراهيم، كان نازل ضد العسكر. الساعة 10 الصبح جالي خبر ان هو محدش عارف عنه اي حاجة خالص. الزيارة في سجني مهينة، يعني نقعد فترات 7 8 ساعات عشان نعرف نخش له ونشوفه نص ساعة. هو التفتيش الذاتي مهم. ابني كان في المسيرة وطلع عليه بلطجية، تلوهم يضربوه في دماغه لما بقى فعلا دماغه بتسيل من الدماغ، ووشه كله كان بيسيل من الدماغ. فالجيش كان بلغوا ساعتها الجيش والشرطة، ففعلا جم والبلطجية كانهم على أنس سلمي، أنس مجد عزيز، يضربوه لدرجة إن هم ضربوه بالمطوة في دراعه. فواحد من الجيش قال له خلي بالك هو لسه حي، فراح ضربه بالمطوة في تحت باطه، فطبعا بقى يسيل بالدماء، وكان لما اغمى عليه فضربوه بطوبة في مناخيره، فطبعا نزف فاغمى عليه في الشارع. بابا كانت رسالة للظباط والعساكر، انتوا قدرتوا ان ابنائكم يتعمل فيهم كده، وعايزه اقول للرساله الاب اثبتي ابي انا وراك.